الله عليكم. معالي الشيخ سائل يقول: أرجو توجيه كلمة لمن يلبس علماء السنة الكبار أو طلبة العلم بألقاب منها أنهم مداهنون أو علماء سلطة أو وهابية أو غير ذلك من الألقاب التي يقصد منها التنفير. ليس هذا بغريب يا أخي، نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالألقاب لينفروا عنهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنا عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومنهم من، والله جل وعلا يقول: ومنهم، يعني من المنافقين، من يلمزك، يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلمزك بالصدقات، يقولون: الرسول يعطي أحبابه ويعطي من يريد، يحرم المستحقين وما أشبه ذلك. ما سلم منهم الرسول، كيف يسلم منهم غير الرسول؟ لكن ما يلتفت إلى هؤلاء، ولا يضرون إلا أنفسهم، ولا يضرون العلماء ولله الحمد.